نسيت ورجع لكم فيديو جديد بس هتكون اسطوره حارس مرمى في بيس 2021 وارجع لكم مرجاء السلسله الاسطوريه دي بعد غياب للاسف 12 يوم تقريبا او 13 يوم مش فاكر الصراحه. رجعنا لكم مره ثانيه يا شباب. قبل ما نبدا سيرش تحطوا اللايك يلا دلوقتي عايزين نوصل ل 150 لايك. لو قدرنا نوصل ل 150 لايك على طول الحلقه اللي بعديها هتبقى نمط من حارس مرمى. يعني 150 لايك بقى 200 لايك انا بقالي كتير ما شفتش الارقام دي يعني حط اللايك مش هتخسر حاجه. يلا بينا يا شباب خلينا نشوف جدولنا. طبعا احنا ثبتنا نفسنا كاساسيين مع الفريق سامبدوريا مركز 19 فاتوقع يعني سهلين. باسولو فماشي ممكن التوب 10 ممكن نلعب المباريات بتاعته بس باسولو هنلعب باذن الله اللقاء بتاعه. مش عارف ممكن اعمل سكيب برده اللقاء ده. تورينو ربع النهائي كاس السوبر تالنتا يعني عندنا كام ماتش كويس يعني عندنا كام ماتش كويسين. فاناتي زي ما انتم شايفين طاقتي 75 لعبت اربع مباريات مع الانتر حتى الان سيبنا 2-0 ياس كلين شيت يا حبيبي كلين شيت ومركز اول احنا فارق لا مفيش فارق هو نفس النقاط مفيش فارق 54 نقطة واليوفي 54 نقطة حلو جدا. لاتسيو برضو بتنافس هي واتلانتا دوري مولع الدوري مولع الصراحة. اوكي عندنا ساسولو اهو يلا بينا على طول افتكروا هنعرف نطلع بكلين شيت في اللقاء ده اول لقاء لينا في الحلقة فلازم نطلع بكلين شيت يعني عيب لو ما طلعناش في اول لقاء كده نركز وباذن الله نطلع بكلين شيت. ماشي في واحد الصراحة قاعد يقول لي دوس اكس كده وجرب فهجرب ادوس اكس كده يعني هتفيد في ايه مش عارف اطلع امسك ماشي ماشي. ساسولو لابسين نفس اللبس بتاعنا تقريبا هو اخضر بس هما لون اخضر واحنا لون ازرق لا 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 بس شي نركز يا شباب الاولى ليهم الاولى ليهم لكن الحمد لله شوف بص 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 والله كانت ممكن تخطف دي حلوه حلوه ال 1 2 يلا مختاريان العب يا مختاريان انجز انجز شوت سدد لوكاكو الاولى والاولى لوكاكو واحد صفر على طول رقص ويلعب كوره لوكاكو اللي وشه مش موجود وحطها في الشباك عاش لا 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 اطلع نبيل طالع نبيل ماشي ماشي طفشت انا طفشت الكوره براردي 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 اوه حلوه خطيره خطيره حلوه 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 الهربه لكن ما تجيش لا 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 كره خطيره والتصدي يا نبيل التصدي يا نبيل يا عالمي والتسديد الحمد لله كله في الامان ما تقلقوش لا 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 بس شيل شيل اهم حاجه ما نتعادلش يا شباب لازم نكسب علشان نفضل في الصداره لازم ما يدخلش فينا هدف لا كرة خطيرة ساسولو كرة خطيرين الحمد لله الحمد لله يلا لوكاكو يلا لوكاكو ركز يا لوكاكو لازم نفضل في الصدارة يا لوكاكو يلا شباب 12 دقيقة نصمد ما راحوش بكرة خطيرة غير الكرة اللي فاتت دي الصراحة براحتك براحتك خالص براحتك خالص ضيع وقت ضيع وقت ضيع وقت يا لوكاكو يصفر يا حكم اعلنها فوز الانتر 1-0 على ساسولو والله ماتش معقد ماتش معقد الصراحه لكن الحمد لله قدرنا نكسب ونفضل في الصداره يا حبيبي للمره مش عارف كام كلين شيت وزي ما انتم شايفين الحمد لله بقى فارق نقطتين بيننا وبين اليوفي بعدنا شويه عن بالصداره بنقطتين نرتاح شويه ناخد نفسنا. اوكي عندك اللقاء ده ممكن نعمله سكيب الصراحه لان الفريق مش في التوب مش في التوب 10 4-0 يا حبيبي مهرجان اهداف وكلين شيت وبقى فارق 5 نقاط بيننا وبين لاتسيو. اليوفي تراجع مستواه بقى في المركز الثالث فجميل جدا حتى لو خسرنا ماتش ايه المشكله تعادلنا ماتش ايه المشكله رينو مش في التوب 10 برده فاعمل سكيب برده. اوكي خسرنا خسرنا 1-0 فارق نقطتين بيننا وبين لاتسيو لا لازم بقى ايه حاليا لازم ما نستهزأش باي خصم. لاتسيو في ربع النهائي الكاس ده لقاء صعب جدا لاتسيو في المركز الثاني على ملعب اليوفي على ملعب اليوفي لاتسيو امام انتر في لقاء ربع النهائي الكاس مين اللي هيكسب في اللقاء ده لازم نكسب علشان لو عايزين نتأهل لنصف النهائي يعني حاجة بديهيات يعني. لوكاكو لوكاكو روح يا جدع يا لوكاكو روح عيب بص 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 تحت باريلا 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 لسه يا تزيكو حلوة 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 الحارس لسه ما زالت اوف سايد وروح لوكاكو راح لوكاكو ما فيهاش اوف سايد والدبابة لوكاكو منفجر منفجر الدبابة لوكاكو 1-0 يا حبيبي 1-0 ابو نبيل بيحتفل كاكا بيسجل شوف الباص كويس انزل روح ولوكاكو بيروح ويستلم خلف المدافع والجول جول جول عايزين من رد فعل لاتسيو عايزين من رد فعل لاتسيو موبلي بس الحمد لله الانتر 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 لاتسيو مدافع جدا مدافعين جدا لاتسيو لاتسيو في الهجمه المرتده لاتسيو في الهجمه المرتده بس بس الدفاع بيشيل وبروزوفيتش بيشيل ايموبلي ايموبلي بره 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 قادر اجري روح شوف بتعمل ايه اجري بعيد يلا يا عم انا زهقت والله واقف في الجول مفيش ولا هجمه جات لي يلا يا عم لوكاكو انت وتزيكو اتحركوا شويه اتحركوا شويه حلوه 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 الجمل العب لوكاكو
حلوه زيكو وتزيكو التسديده لا ماشي مره مره حلوه الكره روح زيكو ما تروح يا ابني لوكاكو يا اسطى ما تروح يا اسطى انت وهو سامينا الكوره لوكاكو بيلف التسديده والحارس بيشيل لسه ما زالت يلا جوسنز ارفع يا جوسنز او سهدد يا جوسنز ما زالت خطيره ها سلكت لوكاكو ماشي ماشي حلوه الكوره حلوه الكوره هربت 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 جوسنز هرب جوسنز زيكو لكن حارس ممكن يلعب كوره جميلة العب لوكاكو زيكو ضرب الجزاء سيد الحكم ضرب الجزاء ضرب الجزاء ضرب الجزاء وبطاقة صفراء لا مفيش حاجة لوكاكو والتسديدة يلا سددها نتأهل سددها ونتأهل رسميا ونأكد لوكاكو هدفين ويعيش واحد من أجمل أهدافه وماتشاته وحلوياته ضربة الجزاء من جوه زي ما انتم شايفين ولوكاكو بيحط بوم واحدة لا تصد ولا ترد ونتأهل رسميا لنصف النهائي كاس ايطاليا كلين شيت كمان امام ايموبلي كوره خطيره بس مبدا الامان يلا موجود ابو نبيل حارس الامان موجود لوكاكو خلاص بنتاهل رسميا يا شباب انا مش عارف والله هم ما كانوا من غيري كان عملوا ايه الصراحه يعني حارس مرمى خبره زي وراجل بيفهم في الكوره وحارس مرمى تقريبا ما دخلش فيه غير هدف واحد من ساعه لما جينا حاجه عظمه يعني اتلانتا لقاء برده صعب يعني سواء لقاء رخم انت صاحب المركز الرابع في الدوري رايت اول رايت اول رايت انتر ميلان امام اتلانتا من سوف يربح اتلانتا طبعا صاحب المركز الرابع والانتر صاحب المركز الاول انتر بيحاول ان هو يعزز الصداره بتاعته لقاء عن لقاء وزي ما انتم شايفين نجم الفريق الاول او بعد لوكاكو النجم الفريق اللي بعد لوكاكو ونبيل اللي جه وغير منظومه الدفاع وغير كل حاجه الصراحه ما حدش ينكر حاجه زي كده هو ماتش شكله باين عليه بص الفرقتين بادئين دفاع طب مين اللي هيهاجم طيب حلو لوكاكو لوكاكو جميلة 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 مين ده مش عارف مين ده حلو مش عارف احنا اقوياء جدا للدرجة دي يعني فيش هجمات كتيرة بتيجي علينا ولا هم اللي ضعفاء ولا ايه مش فاهم ما تفهمش بس كورة برا بروزوفيتش للوتارو يا جدع حط بقى يا جدع لا 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 كورة خطيرة بس الحمد لله دي اخطر هجمة الصراحة بص التسديدة الحمد لله راحت بعيد خالص كورة خطيرة والتسديدة لكن المدافع بيشيل وانا كنت هشيلها كنت رايح عليها انت والخطورة اتلانتا والخطورة بس للاسف صفر الحكم ماتش ممل جدا وتعادلنا وربنا يستر لاتسيو ما يكونش كسبه للاسف ماتش سيء جدا بينتج عليه ان احنا للاسف مركز تاني نفس النقاط احنا ولاتسيو واليوفي فنفس النقاط الدوري مشعلل احنا اقوى دفاع تقريبا احنا اقوى دفاع بعد كده ساسولو لكن مش اقوى هجوم لاتسيو هم الاقوى هجوم اوكي دور ال 16 تقريبا دور ال 16 امام كلوب بروجي يا رجاله اوكي هو ده دور ال 16 صراحه كلوب بروجي يعني فرقه في المتناول قوي يعني فكسبنا ليفربول وباريس سان جيرمان باريس كسبت 1-0 ده ماتش ضرب نار ده في عندنا لقاء برضو امام الفريق ده برضو مش في المركز مش في التوب 10 فاعمل له سكيب صرنا بقينا مركز ثالث لازم نلعب اوكي مش هشارك اساسي حقه الصراحه ماشي تمام يا رب العب اساسي في اللقاء الجاي اديني فرصه ثانيه هجلس على مقاعد البدلاء اعمل سكيب انا مش هنزل بدلاء ماشي سيبنا 3-1 مش مهم المهم الفريق انه مأدي الفريق مأدي الحمد لله بقى فريق 3 نقاط بيننا وبين اليوفي اللي رجع ركب ثاني الدوري فهي رايحه جايه اوكي هلعب امام كلوب بروج بشكل اساسي لا نكسب تعادل 0-0 ماتش ممل لقاء فيرنتينا في الدوري هلعب بشكل اساسي هو كان بيقرص ودني بس كده فاعمل هو قرصة ودن عشان زيما اللي غلبناها بس انا ماليش ذنب يعني يلا بينا امام فيرنتينا انتر امام فيرنتينا باذن الله خلاص بنحاول نكسب حلوه لوكاكو اتزيكو الاولى اتزيكو الجون فاضي الناحيه الثانيه اتزيكو بروزوفيتش مقاتل بروزوفيتش مقاتل والله على الكوره العب يا اتزيكو لوكاكو ماشي خطيره الكوره ابو نبيل بيشيل امن يا نبيل فيرنتينا عزالي تاني من العرضيات يا نبيل الجول فاضي الحمد لله عدت على خير جميلة زيكو زيكو عمال يسدد ماشي تمام مش راضي تيجي في الاخر لوكاكو شوت يا لوكاكو انت يا لوكاكو لوكاكو العب لباريلا ما تجيب فاول طيب هات فاول من الاول والله تعبت وقرفت منكم للاسف شكل الدوري هيروح يا رجاله شكل الدوري راح مننا راح رسميا خلاص يوفيتش بيسجل
ابن مدريد العاصمة رسميا الدوري خارج حسابات انتر. تسديده صعبه ارضيه صعبه. احنا هاجمنا كتير بس هو مان اوف ذا ماتش، هاجمنا كتير جدا لكن للاسف ما بدون اي فايده. فارق بقى 6 نقاط كاملين بيننا وبين اليوفي، اتوقع اليوفي ركب الدوري. وقت زادت بقى 76. نصف النهائي امام نابولي، مش عارف الصراحه العبوا اللقاء ده ولا العبوا اللقاء الجاي. اللقاء ده سد نفسي الصراحه، لكن انا لازم نحاول نمشي في دوري الابطال. هنلعب تشيلسي، نحاول نمشي شويه في دوري الابطال. ومباراه اليوفي دي مباراه مهمه جدا، مباراه مصيريه جدا جدا جدا. اخر لقاء عندنا ديربي ميلان في اخر لقاء، وانا كده كده غايب اصلا عن اللقاء. ثواني، انا كده كده بره الحسابات. نابولي بتكسب بالتالي طلعنا بره الكاس، فللاسف النهائي روما امام نابولي. دير لايك وشيك وتشترك وتوقعاتكم، هل يا ترى هنقدر نرجع تاني في الدوري ونكسب الدوري وممكن نمشي شويه ونكسب دوري الابطال؟ توقعاتكم تحت في الكومنتات. تمام، محمد نبيل، فما اشكرك، خليك حتى جايه. مع السلامه شباب.